هل الأذان واجب أو مستحب؟ وهل هو شرط أن يؤديه كل مصلي قبل الأذان قبل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. أما إذا لم يقم به أحد في حق المقيمين في البلد، إذا لم يؤذن في البلد فإنهم يأذنون كلهم لأنهم تركوا واجبا. أما إذا أذن واحد في البلد فإنه يبقى الأذان في حق بقية المساجد سنة، من تركه فلا حرج عليه ومن فعله فهو أحسن. وأما المسافرون فإنه لا يجب عليهم الأذان، تجب عليهم صلاة الجماعة ولكن لا يجب عليهم الأذان، لكنه في حقهم سنة. وإنما وجوب الأذان في الحضر على أهل القرية المقيمين فيها هذا فرض كفاية، ويستحب للمنفرد ويستحب للمسافرين لأنه إعلان لتوحيد الله وشعار للإسلام وفيه فضل عظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.